الطرف الصحراوي ممثلا في جبهة البوليزاريو الذي أثبت في عديد المناسبات التزامه بالحل السلمي للنزاع بين الجمهورية العربية الصحراوية ودولة الاحتلال المغربية، يجدد استعداده للتعاون مع الجهود الأممية لتحقيق حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية بمناسبة زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ستيفان ديمستورا. مواقفنا معلومة للقاصي والداني، وعبرنا عنها في كل المناسبات منذ أن اتخذت جبهة البوليساريو القرار يوم 30 أكتوبر 2019 بمراجعة التعامل مع العملية السلمية برمتها، بعد أن تبين لنا وبكل وضوح بأنها انحرفت عن مسارها الأصلي. الكفاح يبقى الحل البديل لتحقيق الاستقلال التام في ظل تعنت الاستعمار المغربي واستمرار دعم بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا بحسب المناضلين الصحراويين. المغرب تحميه فرنسا وتحميه دول عظمى. ما المغرب مع الصحراويين لا يمكن أن يقف أمامنا ولو لشهر أو سنة، لكن هناك دول أخرى هي الداعمة وهي الواقفة مع المغرب إذا تخلت عنه أو إذا كانت عندها الإرادة في حل المشكل تماما سيحل. إنهاء آخر مستعمرة في القارة الإفريقية مسؤولية مشتركة بين الأمم المتحدة والمستعمر المغربي والقوى الغربية الداعمة لهذا الواقع الذي يعاني ويلاته الشعب الصحراوي.